متابعينا الافاضل على بركه الله انطلق واعلن شوطنا الثالث عشر من مجموع اشواطنا في هذا المساء. شوط يحمل لنا منافسات وتحديات سن الحقايق مع تحديات هجني اصحاب السمو والشيوخ والسعاده في هذه الامسيه المميزه على ميدان التحدي ميدان الشحانيه لسباقات الهجن العربيه الاصيله. يسير شوطنا الثالث عشر من مجموع اشواطنا في هذه التحديات الجميلة على ميدان التحدي. نبدأ مباشرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول لنتابع مسار الصدارة على البداية. ليالي في مقدمة الشوط من هجن الغرافة يضمرها سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، بينما في المركز الثاني الوصول من الواصلة في هذه اللحظة من هجن الغرافة بمتابعة سالم بن عامر بن راشد المدهوش الذي يقدم لنا تحديات المركز الثاني بتحديات الواصلة، بينما النقلة مع ثالث المراكز لنتابع في هذه اللحظات الوصول مشاهدينا الأعزاء من على مستوى المركز الثالث في مسار وتحديات هذا الشوط. هذه اللي وصلتنا الشامخة لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني، ضمنها سعيد بن حمد بن دغمال الزرعي. نقل إلى المركز الرابع، في رابع المراكز وتابع الوصول في هذه اللحظات مشاهدين الكرام على مستوى المركز الرابع في هذه الاندفاعة المميزة والجميلة. المركز الرابع وصلت مزاج لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ضمنها متعب بن عبد الله بن راشد ألف حيدان المري. وفي المركز الخامس وصلت في هذه اللحظة مشاهدينا الأعزاء هدوء من هجن الشحانية ويضمرها جابر بن سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المنطلقة والمتقدمة في هذا الشوط. ما شاء الله، يا سلام يا سلام يا سلام، أشواط تحمل لنا التحديات مع سن الحقايق. 4 كيلومترات هي المسافة إلى خط النهاية، عودة إلى مقدمة الشوط مع الشعار الغرفاوي المتصدر في هذه الاندفاعة المتقدم بتقدم ليالي في مقدمة الشوط في هذا الأداء المتميز والجميل من هجن الغرافة ويضمرها مدهش المضمرين سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، بينما في المركز الثاني الشامخة في ثاني المراكز لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني سعيد بن حمد بن دغمال الزرعي في عملية التضمير. في المركز الثالث تحركت الواصلة من هجن الغرافة مع مدهش المضمرين، ولكن ارصد المركز الرابع وصلت واندفعت مشاهدين الأعزاء هدوء من هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم الفران المري. وفي المركز الخامس وصول في هذه اللحظات من أوان من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء، لكن عودة إلى مقدمة الشوط 1200 جاوزناها بالتحدي المميز بتقدم واندفاعة هدوء. الله 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 الله، الكيلومتر الأخير، الإعلان الأخير مشاهدينا الكرام على مسار التحدي والمقدمة هناك مع اندفاعة هدوء من هجن شحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ليالي مع الغرافة هنا على المركز الثاني بتحديات سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، وصلت وانطلقت الواصلة. المركز الثالث من هجن الغرافة مع سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، وفي المركز الرابع وصول من أوان من هجن شحانية مع الذهبي. وخامس المراكز نختم الندى مع الشامخة لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني، ضمنها سعيد بن حمد بن دغمال الزرعي. هذه نتيجتنا، ولكن نعود إلى ليالي في هذه الليالي المميزة من ليالي هذا المهرجان في رصيدها نقطة في مهرجان الأمير الوالد. هذه ليالي وهجن الغرافة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على أداء الكبير. لحظات الإقلاع إلى خط النهاية والنقطة الرابعة على ما أعتقد في هذا المساء لصالح شعار هجن الغرافة. وهذه ليالي في هذه الليلة المميزة من ليالي هذا المهرجان تندفع في هذا المساء بتحديات شعار هجن الغرافة ويضمرها مدهش المضمرين سالم بن
عامر بن راشد المدهوزي تحمل الرقم واحد هذه ليالي وفي مقدمة الشوط. سلام 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 ليالي سلام سلام هجن الغرافة سلام. شكرا يا سالم بن عامر المدهوزي اللي قدم لنا ليالي في هذا الشوط. بينما المركز الثاني من وصلت مهمة من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وفي المركز الثالث وصلت هدوء من هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. المركز الرابع وصول مشاهدين الكرام من الشام خلي سعادة الشيخ جوعان بسلطان الجاسم بن فهد الثاني، يضمنها سعيد بن حمد بن تغمال الزرعي. وخامس المراكز وصلت الواصلة من هجن الغرافة مع مدهش المضمرين. هذه نتيجتنا ملخص الشوط مع الإعادة وليالي خاطفة لناموس هذا الشوط. هذه لحظة الإعادة مشاهدين الأعزاء لنتابع من خلال هالتوقيت الزمني ليالي مع نقطة الصفر وتحديات هذا الشوط. 5 دقائق 52 ثانية 52 جزءا من الثانية، هذا هو التوقيت المميز. هجن الغرافة تخطف هذا الشوط بقيادة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مع ليالي. المركز الثاني من وصلت مهمة توقيتها 5 دقائق 56 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما في المركز الثالث وصلت هدوء بتوقيت مقداره 5 دقائق 57 ثانية 60 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وتهني موصولة للشبل جابر بن سالم بن فاران المري.